بل حذرنا كذلك من سوء الظن في بعضنا البعض. يعني عقيدتنا عقيدة أهل الإسلام أن نحسن الظن في بعضنا البعض. ما تسيء الظن في أخيك، ما تقول هو نوى، هذا شققت عن قلبه، نوى يعني تقول والله هو ينوي كذا، والله هو أراد كذا. الإرادة والنية لا يعلمها إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله جل وعلا. ما فيش. فلو ادعيت أنك علمت نيته فأنت قد ادعيت مسألة عظيمة جدا، ادعيت أن فيك صفة من صفات الله، تعلم الغيب. فلا بد أن تنتبه، ما تتهم إخوانك، ما تقول والله هو أراد كذا، والله نيته كذا، لكنك ما تحكم على باطن إخوانك. أنت لك الظاهر والله له الباطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتبه إلى ذلك جيدا.